هاي انا يحيى الدرع. انا سيف الدرع. وانا يحيى خالد. احنا منتخب مصر هاندبول وهنمثل مصر في طوكيو اولمبيكس الصيف ده ان شاء الله. كنا حابين نشارك معاكم البيسك ريسيبي اللي احنا بنجهزها قبل الجيمز. ده ايه ده؟ ناسي. What do you know about Japan؟ يعني I'm willing ان انا اروح اشوف دي اول مره اروح، بس اكيد هنشوف تكنولوجي عاليه قوي. What's the game you're anticipating the most؟ الصراحه ماتش الدنمارك تاني، هم معانا في المجموعه وحاسس ان الماتش هيبقى انترستنج قوي بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير. كل الناس هتبقى مستنيه ماتش كبير، فده الماتش اللي انا مستنيه اكتر حاجه. يا رب. If you change one thing in the last World Cup, what would it be? ماتش الدنمارك بصراحة، الفرق كان بنالتي يعني، لو دخلت كسبنا ضاعت خسرنا. What's your favorite food؟ أنا بحب السي فود أوي، يعني أي حاجة سي فود بتاعتي. بس بحب أكلة السمك بتاعت مصر دي، مش اللي هو سي فود بقى بره وتلاقيها حتة صغيرة، يعني أحب نروح ناكل. What's your most memorable moment؟ يعني حاجة من الحاجات كان أول مرة لما يحيى كان بيلعب في الدنمارك ورجع يلعب في الزمالك، عشان اللي هو أول مرة هلاعب أخويا بقى وهو ده التشالنج، ففضلت قبلها بأسبوع مش بنتكلم بقى اللي هو مش بخش معاه في أي حوار. خد فلفل يا صاحبي. مين اللي كسب؟ مش مهم. هم اللي كسبوا. أنا كسبت. اليوبيس كسب. دي كانت المرة الوحيدة اللي كسبنا. What do you eat before your matches؟ ما ده الريسبي بقى اللي احنا جايين نشير معاكم فيها. يلا بينا. فراخ، جريل تشيكن، مكرونة بصلصة. سلطة. دلوقتي هنعمل المكرونة بالصلصة عادي. احنا الأول هنحط الزيت، المفروض يسخن شوية الأول. نحط التوم. هنبوظ التيفال كده. دلوقتي ممكن نتبل بقى الصلصة، ملح وفلفل. دي الصلصة المركزة عشان الطعم. طب واحنا بقى بعدين هندلق فيها المكرونة ونقلب. أيوه. بقى ولا ايه؟ هنقلبها ونحط المكرونة بس عشان تشرب الصلصة. كده باينة. هنحطها في حتة واضحة. If you'd cook something Egyptian and take it to Japan, what would it be? رز وملوخية وكبدة. أنا هختار الكشري. أنا هاخد معايا حمام. هناكل مع بعض. خد بالك بقى تطرطش. أنا نزلتها لوكشة واحدة. دي كيكة كده. ودي طريقة عمل كيكة فانيليا. مش متسبكة. سبكة واحدة. كده؟ دوق يا باشا. دواني بقى لك شعرك عادي. طب والله حلو. سيارة. هتاكلني ببقي؟ دلوقتي خلصنا المكرونة. انت شغال موزعات يا. سؤال كبير. From your perspective, who are the rising stars in this tournament؟ ان شاء الله احنا. ان شاء الله احنا سيف اخويا. لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى منتخبنا عامه. احنا عندنا دريمز كتيره قوي ان احنا نوصل لها، وبداناها من كاس العالم اللي فات. عندنا طموح كبير عايزين نوصل له، فان شاء الله يبقى الفرقه كلها هي الوعده في البطوله دي. هنبدا نعمل فراخ، نحط التوابل كلها. الجارليك، فلفل، ملح، اونيون باودر، زعتر. فرخ. بحط على الفراخ كل واحد لوحده. ايوه كل واحد لوحده. عامل كده. دي حاجه اكتسبناها في البرنامج النهارده. هنخرج مع مين؟ قطع الفراخ نفسها؟ لا لا جنبها جنبها. How many times do you train؟ يعني mainly دلوقتي عشان بنجهز عشان معسكرات، فاحنا بنتمرن مرتين في اليوم، بس ساعات بتخش زيادة الجيم، الحاجات اللي انت بتعملها على حسب الانجريز، على حسب التجهيز اللي انت بتحتاجه، فبس mainly بيبقى مرتين. لو منتخب دلوقتي لعب ضد فريق 2001 مين هيكسب؟
يعني مش عارف مش حاسس ان انا هنقدر نرد قوي على الموضوع ده عشان هو السبورتس متطوره جدا يعني هم يعني لو هنلعب على الجديد هنكسب بصراحه بس هو الفكره ان هو بجد على قديمه اصل الرياضه اختلفت يعني كان زمان الواحد لازم يرجع مثلا يعدوا كلهم نص الملعب عشان الفرقه الثانيه تسنتر واللي هو التشينجز عامه كانت قليله والتحكيم كان مختلف والحاجات دي مختلفه اللعبه فيزيكال اكتر دلوقتي اللعبه يعني لو دخلنا ضربه بضربه هنخسر عندهم ما شاء الله يعني ناس عطاوله بس اللي هو مينتاليتي وتحركات وسبيسز والحاجات اللي احنا اتعلمناها في السنتين ثلاثه بالذات الاخيره لا افتكر احنا ممكن نكسب احنا دلوقتي هنعمل السلطه اول حاجه هنعمل الدريسنج بتاع السلطه نحط زيت زيتون ملح فلفل خل بس وبيتشال على جنب ويتحط بقى الاخر بعد ما نخلص السلطه نبدا تقطيع السلطه تتم بتوع الخيار دول مش حدش بياكلهم معرفش ليه نصين كمان خدت النص الاولاني قسمته نصين ودي اسرع طريقه اسهل اكله قبل الماتشات عشان فيها كل حاجه يعني الكاربز في المكرونه البروتين في الفراخ والسلطه فيها فايبرز والكلام ده فبالنسبه لنا بتبقى يعني كومبليت ميل وفي نفس الوقت ما فيهاش سوسز وعك كتير وكده قبل الماتشات فمش هتتعبك وفي نفس الوقت هتبقى برضو وجبه كبيره فهتعرف تبقى يعني عندك انرجي الدريسنج اللي احنا عملناه في الاول كده احنا خلصنا عملنا مكرونه وفراخ والسلطه ودي كانت الوجبه اللي دايما بناكلها قبل الماتشات جربوها واستنونا في اولمبيكس